السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنشوفوا فيه ثلاثه ديال المواضيع. غنشوفوا القضيه ديال الصيد البحري والتصريحات ديال بوريطا، واحد المقترح اللي كنت وعدتكم غادي نتكلموا عليه، هو مقترح كيفاش ممكن الصيد البحري ديال المغرب يتحرر من الاتحاد الاوروبي ويتحرر من اي جهه كتضغط عليه. وزياده غنشوفوا لارام اللي غادا تشري 150 طائره وغنقارنوها بالجاره الشرقيه، وغنشوفوا علاش تبون باغي يمشي للصين. اهلا بكم ومرحبا بكم. كي دايرين مع الحراره؟ كي دايرين مع الصهد؟ هاد الايامات راه كاين الصهد في الكره الارضيه ماشي غير في المغرب، حراره مرتفعه. كاين جهات الحراره فات 50 درجه تحت الظل. فكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم كتفرجوا في هذا الفيديو وفي نفس الوقت مخبي في الظليله في شي بلاصه مبرده. ومره اخرى نصح الناس يتجنبوا حراره ديال الشمس، يتجنب يوقف تحت الشمس بين ديك 12 للربعة ديال العشيه، فكتكون الحراره والاشعه ديال الشمس ساخنه لدرجه تقد تأذي الانسان، خصوصا اذا كان دري صغير ولا رجل ولا مرأة كبيرة. نبداو هذا الفيديو ديالنا اخواني اخواتي، لو نهضروا على الموضوع ديال لارام. لارام غادا تشري 150 طيارة، عندها دابا 50 طيارة في الاسطول ديالها، غتشري 150 طيارة، بمعنى لارام غادا تولي عندها 200 طيارة. وهذا في الحقيقة مشروع كبير ديال الشركة ديال الخطوط الملكية المغربية. ضروري يقارنوها بدولة الجنرالات. علاش ضروري؟ حيت اولا دولة جارة، رغم انها عدو لكن الجغرافيا كتحتم عليك انها جارة. زيد عليها كتنافس المغرب بواحد الاسلوب مرضي لدرجة انها تابعه خطوة بخطوة ودراع بدراع. زيد عليها انها كتحسد المغرب وما كرهاتش انها تصبح ما تلقاش المغرب في الخريطة. زيد عليها انها كتقلد المغرب، كتسنى المغرب يدير شي حاجه، يدير شي ابداع جديد ودير بحاله. القضيه ديال لارام اير الجيري، الخطوط الجويه الجزائريه، ما عرفاش تنافس لارام. دائما الفضائح الشوها يكفيك ان المكتب ديال اير الجيري، خطوط طيران الجزائر اللي كان في بروكسل، ما كانش كيخلص السومه الكرائيه ديالو، يعني ما كيخلصش الكرا. وجات الدوله سدات داك البلاصه، ما عرفتوش من بعد عاودوا حلوها ولا لا. والله ما بقيت متبع داك الموضوع بقوه ما هو شي حاجه غريبه بزاف. بروكسل بلجيكا فيها جاليه جزائريه كبيره، عيب المكتب ديال اير الجيري يسد خطوط الجزائر اللي هي شركه فايت، دايرة فايت لدرجة أن الدولة في الميزانية، الدولة الجزائرية الميزانية ديال كل عام كتعاونها بالفلوس، كل عام كتحقن، كل عام كدير لها المنشطات كل سنة، لأن كل عام كتخرج مفلسة الإفلاس كل سنة مالية. شركة خطوط طيران الجزائر كتخرج بإفلاس. شوف هاد الجهة، الدولة اللي كيسميها تبون، الدولة اللي هاك دابا غتشري 150 طيارة غتزيدها الأسطول ديالها. هذا ما معناه؟ معناه أولا رؤية مستقبلية، معناه أن المغرب وجهة ديال السفر للعالم، سواء السياحة ولا البيزنس ولا الاستثمار، أن الطائرات كتجي من المغرب والطائرات تخرج من المغرب. تبون كان قال لك أن الخطوط الجويه الجزائريه غتولي رقم واحد في افريقيا، في حين هي دابا من أسوأ الخطوط في القاره الافريقيه. شكون هي الخطوط اللي تصنفات رقم واحد في القاره الافريقيه مؤخرا؟ شكون هي لارام، الخطوط الملكيه المغربيه. وفي التصنيف ديال 100 خط اللي هضرت عليه، درت عليه واحد لايف، 100 خط ديال خطوط الطيران في العالم، الجزائر ما كيناش نهائيا، ما كيناش 100 خط ابدا، ديما وسط 100، عمرها ما فات 100.
دائما يعني أسوأ تصنيف ما بين خطوط الجوية العالم هي الخطوط الجزائرية، في حين الخطوط الملكية المغربية غادا تتطور الخدمة ديالها غادا من حسن إلى أحسن. وأكثر حاجة هاد الخطة ديال 150 طائرة، أي شركة في العالم ديال الطيران لو دير صفقة بهذا الحجم 150 طيارة شي حاجة كبيرة، يعني ضربتي داكشي اللي عندك في ثلاثة. العمر ديال الخطوط الملكية الهرم شحال في عمرها دابا؟ 50 عام شي حاجة بحال هكا. إذن داكشي اللي جمعتيه في 50 عام 50 طائرة دابا غتضربو في ثلاثة، غتضربو في ثلاثة في عام واحد. بمعنى هذه رؤية مستقبلية، هذا استشراف ديال المستقبل، ان الشركه عارفه شنو كدير، عارفه شكون هي، وعارفه المؤهلات ديال المغرب، المؤهلات الثقافيه، مؤهلات السياحه، مؤهلات الاستثمار، مؤهلات الصناعه. عرفات بان 50 طائره غير كافيه، غنضربوها في ثلاثه، خصنا على العشرات السنين المقبله خصنا 200 طياره هي اللي غتكتفي وغتكون كافية بالنسبة للطلب المستقبلي على السفر إلى المغرب والسفر من المغرب. وفي الحين الاير الجيري مازال في بلاستا. بالعكس إلا قلتي أن خطوط الجزائر مازال في بلاستا غتكون ظلمتيها وظلمتي راسك. غدا الفندق غدا نحو النهاية، بدليل أنها ما كديرش أرباح، بدليل ان الحكومه الجزائريه كل عام كتحط فيها الفلوس، كل عام كتدخل فلوس، بمعنى ما كديرش الفلوس اصلا. كل شيء كيتجنب يطير مع خطوط مع الطيران الجزائري. الطيارات ديما بعدا كيمشيو خاويه، هادشي علاش كتخسر. الطيارات كيمشيو خاويين ما عدا في الصيف الجاليه الجزائريه. وخصوصا زيد على حاجه اخرى مهمه، ان الجزائر ما عندهاش رغبه دير خطوط تزيد تكثر من الخطوط ديال الخطوط اللي كانوا اللي دارتهم فرنسا، هما تقريبا اللي كاينين حد الان. زيد عليها ان الاسطول ديال الطيران الجزائر عمره ما تزاد نهائيا. واخطر حاجه انها كل عام كتخرج مفلسه، يعني لو تقارن الارباح والخسائر ملي كيجلسوا وتيشوفوا الارباح والخسائر دائما كل عام خساره خساره خساره، في حين لرام ربح ربح ربح. واكبر دليل انها غادي تزيد 150 طائره، يعني الاسطول ديالها مضروب ثلاثه المرات، وهذا رقم هائل. اي دوله لو دير هذا الرقم انك الاسطول اللي عندك تضربو في ثلاثه، هذه خطوه هائله، وخصك تكون عارفه شنو كدير وعارف انك كتغامر. لكن كتشوف المغرب وجهه سياحيه، وجهه ديال الاستثمار، صناعات طائرات كيتصنعوا في المغرب، الطوموبيلات ولاو كيتصنعوا في المغرب، شمال افريقيا وجهة السياحة رقم واحد، مدن كيجيو ليها ملايين ديال السياح في العام. المغرب ولا كيفوت 10 ملايين سائح كل سنة. واحد الوقت هادي غير 10 سنين ولا 15 عام كنتي كتقول ويلي كتحلم 10 ملايين سائح ماكش كنت نتايا. نو، ها هو أكثر من 10 ملايين سائح كيزور المغرب كل سنة. ومن طبيعة الحال غتحتاج لهاد الناس أسطول كبير ديال الطائرات باش تجيبهم. واحد الموضوع مهم إخواني خواتي هو زيارة الرئيس ديال تبون للصين. الصين هو غادي يمشي لها تبون منذ أيام، غادي يمشي تبون للصين. علاش غيمشي للصين؟ أولا جوج الأسباب، أسباب عندها علاقة بالجزائر والعلاقات الصينية الجزائرية، وأسباب عندها علاقة بالمغرب. تبون غير سمع أن كاين عقود ديال الصيد البحري، وكاينه شركه جديده ما بين المغرب والصين، ان الصين دخلات في العقود ديال القطارات السريعه في المغرب، وماشي غير مراكش اكادير، كنهضروا على الرباط وجده ومدن اخرى. امشى كيجري الصين وقرر يمشي للصين باش يرجع العلاقات الجزائريه الصينيه. شنو طرا؟ شكون هو صانع العلاقات الجزائريه الصينيه؟ هو بوتفليقه. بوتفليقة انفات على الصين. بوتفليقة من اواخر التسعينيات وهو كيشوف ان ما عندنا ما نديرو باوروبا، وتاديك فرنسا ماشي مشكلة نخليوها، ولكن خلينا نشوفو الصين.
راه الصين معاها فرص. وبالفعل بوتفليقة فتح السوق الجزائرية على الصين ودار شراكات مع الصين، ومن أواخر التسعينيات وأوائل 2000 جات شركات كبيرة ديال الصين الصينية وداروا مشاريع، بنوا طرقات والسبيطارات، بزاف ديال العقود تعطات لشركات الصين. منين بدا بوتفليقة كيمرض، الجنرالات انقلبوا على الصين، رجعوا عاوتاني لأوروبا وفرنسا حيت ما مدمنين على فرنسا. منين جا تبون انسى الصين نهائيا 2019 صافي انسى، هما الجنرالات قبل ما يجي تبون باش بدا يمرض بوتفليقة شدوا الصفقات ولو يعطوها لأوروبا وفرنسا ونساو الصين نهائيا. حتى السلاح ما بقاوش باغيين يشريو من الصين، روسيا روسيا روسيا، رغم ان العاقل كيقول لك اودي شكون هي القوة الاقتصادية، واش روسيا ولا الصين؟ نعم الصين هي القوة الاقتصادية. تبون دابا شنو غادي يدير؟ باغي يعتق جاي من اجل انقاذ العلاقات الصينية الجزائرية، باش هكا الصين ما تميلش للمغرب 100%، خايف لا المغرب يخطف الصين في شمال افريقيا كما كانت في عهد بوتفليقة. الجزائر كانت خاطفة الصين في شمال افريقيا، اهم العقود في شمال افريقيا ديال الصين العقود الصينية كانت في الجزائر. دابا غير شاف ان الصين غتجي للمغرب واحتمال كبير غادا تشد العقود ديال القطارات السريعة، زيد عليها كاين مشكل ديال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وسمعنا بوريطانيا شنو قال، ايوا راه دابا راه كاين عقود ديال الصيد البحري بين المغرب والصين، مشى غيمشي كيجري تبون الصين باش يجرهم لعنده هو وينسيهم في بوتفليقة، يقول لهم بوتفليقة كان معكم ممتاز وكذا نساوه، انا دابا غادي نعوض بوتفليقة. المشكل ان الجزائر كانت بعيدة وغائبة على الصين منين مرض بوتفليقة، باش عارف شكون اللي كيحكم الجنرال في دولة الجنرالات. الجنرالات وبوتفليقة كانوا اتفقوا مزيان جربوا الصين ممتاز مخيرة، فمشاو بعاد معها غير مرض قلبوا الدفة ورجعوا عاوتاني عند ماما فرنسا حيت هما مدمنين عليها. فغيمشي تبون باش هكا يحاول يجر الصين لعنده، لكن غيكون فات الأوان. الصين دارت شركات مع إثيوبيا، كاع دوك الصفقات اللي كانت كديرها الصين مع الجزائر حولتها لإثيوبيا، غير تحولت عليها دولة الجنرالات حتى الصين تحولت واختارت إثيوبيا. شمال إفريقيا الصين الآن اختارت المغرب حيت المغرب عطى فرص للصين، والعلاقات الصينية المغربية علاقات ممتازة. زيد عليها هاد الصفقات ديال الحوت وديال التران، بطبيعة الحال الصين بغيتها تكون سعيدة معاك دير معاها تجار، أي دولة في الأرض حيت الاقتصاد هو السياسة والسياسة هو الاقتصاد، كيمشيو في خطين متوازيين ما يمكنش تفرق بيناتهم. ملي كتشري الاقتصاد ديال شي دولة راه كتشري الدعم السياسي والولاء السياسي ديالها، ومن طبيعة الحال السلاح، وخصوصا إلا كنتي غتوحد بعد السياسات، وخصوصا إلا كانت الجغرافيا يعني حداك ولا عندك مع حدود، هذيك أحسن حاجة. لكن الصين بعيدة لا من المغرب ولا من الجزائر بآلاف الكيلومترات. لكن شوفوا معايا الله يخليكم، الجزائر كي ولات ولو غير كيشوفوا شي دولة غدير شي حاجة كبيرة مع المغرب كيجريو، هذا سميتو تطويق. دولة الجنرالات كتحاول تطوق المغرب، غير كتشمع المغرب دار شي شراكة ولا شي اتفاق ولا عقد مع شي دولة، إلا كتسمع لها غد ليه تبون كيطير ولا وزير الخارجية ديالو ولا كيعيطوا داك رئيس الدولة. المهم هو تطويق المغرب ونصف هذاك الاتفاق اللي داروا المغرب مع ديك الدولة. ودائما كنقولها، إلا بغيتي تضحك عليهم بغيتي تلفهم أعطيهم إشارة أنك غادي لهذاك الاتجاه ولا هذيك الدولة، عاد تشوفهم كيجريو ميا غيمشيو غيديروا 5 أيام ويطيروا لديك البلاد باش زعما ينسفوا ويهدموا ويديروك السابوتاج لديك الاتفاقيات اللي درتي معها. فهذا هو السبب علاش غادي تبون
باش هكا يقول لهم تعالوا صيدوا عندنا في ال... في ال... في ال... اجيو صيدوا عندنا في ال... في البحر الابيض المتوسط، ترانات اجيو حنا ديروا عندنا، ديروا التران، ديروا وهران الجي، ديروا السكيك دا سيك، عطا الله خيطو خيطو البلاد طول وعرضا، كلها ديروها ترانات، كلها ديروها التجيبيات. نعم يقدو يديروها حيت الفلوس كاينه، الفلوس كاينه غير بني كتجي باش تضرب شي مخطط مغربي، هذا هو. اما الفلوس من اجل التنميه والافكار والابداع انت بلا ما تخلد واحد اخر لا ما كايناش، فهذه هي سبب الزياره ديال الصين. لكن الصين اعقل بكثير، الصين ما غاداش تسمح لتبون انه تال دابا تفكرها منين شافها غادا يدير عقود كبيره مع المغرب، عاد دابا تفكرها. والصين ماشي دراري صغار من طبيعه الحال، وكيعرفوا ان تبون ماشي بوتفليقه، بوتفليقه هو اللي مع مع الجنرالات ديال داك الوقت هو اللي يدور الضفه ديال الجزائر نحو الصين، كان باغي هو الصين، رغم ان الجنرالات تقريبا النص ديالهم كانوا متفقين معاه والنص ما كانش متفقين، لكن الجنرالات الاقوياء كانوا مع بوتفليقه، وغير مرض بوتفليقه هما يبدلوا عاوتاني الدفه ومشاو مع الاوروب كما قلت ومع فرنسا. وكنظن ان تبون رغم انه غادي يطير للصين باش ينسف الاتفاقات المغربيه الصينيه، راه مشى معطل مشى معطل، وكنظن ان الصين نسات شي حاجه سميتها الجزائر، وغتلتفت دابا للشريك الجديد اللي سميتو المغرب، واللي دايره معاه الشراكات الجديده ديال الصيد البحري. ومن الصيد البحري اخواني اخواتي نهضروا على بوريطا وعلى اتفاقيه الصيد المغرب الصيد البحري ما بين المغرب وبروكسل، ونشوفوا اشنو قال وشنو هو الحلم. بوريطا هضر على الصيد البحري وقال لك اودي المغرب، النظره ديال المغرب انك تجي بيع وشراء وصافي، مابقاش هذا هو الاساس. يعني كتجي كتاخذ موارد في هذه الحاله الحوت خلص وسالينا، لا المغرب ولا باغي اكثر من هكا. المغرب عنده ديك النظاره انك حتى الا ما كنتيش كتامن ان الصحراء ماشي مغربيه، ما عندنا ما نديرو بالشراكه معك. زيد عليها بوريطا كنهضر على الجانب البيولوجي والبيئه والحفاظ على الموارد ديال الحوت، انك ماشي تصيد اكثر من اللازم. يعني كان تيهضر على شي حاجه سميتها الراحه البيولوجيه، والراحه البيولوجيه هي هذيك الفتره اللي كيكون ممنوع فيها الصيد البحري. علاش؟ الحوت كيكون حامل، كيكون فيه البيض، فانت كتجي كدير الحوته وكدير البيض ديالها، يعني كتهدد الثروه السمكيه ان ما غاديش يكون التكاثر، ماذا كدير الحوته وعامره بالبيض، لا خلي الحوته حتى تحط البيض ديالها عاد صيدها، يعني ما تصيدهاش وفيها البيض. هذيك هي اللي كتسمى الراحه البيولوجيه، وهذيك هي النقطه اللي كنهضر عليها هضر عليها بوريطا، وقال لك راه كاين عناصر بيولوجيه وعلميه خصنا نراعيوها. هضر على استراتيجيه التطوير ديال السمك، وهضر على اليوتيس، يعني استراتيجيه الوطنيه ديال تطوير السمك. اذا هما هادو هما ثلاثه النقاط اللي هضر عليهم بوريطا. قال لك ما بقاش كيهمنا غير تجي تصيد خلص الفلوس وصيد، كاينه استراتيجيه وطنيه لتطوير الحوت، وكاين كذلك العناصر البيولوجيه والبيئه واللي خصنا نراعيوها، واللي كان تيقصد الراحه البيولوجيه. دابا في هاد لي ديال الدراع اللي دايرنا الاتحاد الاوروبي والمحكمه محكمه العدل الاوروبيه، غنشوفوا واش كذا، واش نجيو نصيدوا هنا ولا ما نصيدوش هنا. وطبعا كما قلت الاتحاد الاوروبي مكتف، دول ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء، ما باغاش تسمع الصحراء، ما باغاش تسمع حتى شي حاجه، باغين يصيدوا ناس، باغين البيزنس. وكيضحكوا ملي كيقول لهم بمبطوش انا غنعطيكم تراخيص استثنائيه باش تجيو تصيدوا، الا المحكمه قالت لكم لا انا غنعطيكم. فشنو هو الحل اخواني اخواتي؟ المقترح اللي كنت هضرت عليه البارح واللي بغيت نناقشه اليوم، كنظن ان الحل اللي يديروا المغرب باش هو يسد هذا الباب ديال انزل صيدو ما نصيدوش، يدار اسطول وطني مغربي ديال الصيد البحري. بمعنى
الباطوات يكونوا مغاربه، الصياده مغاربه، اسطول مغربي ديال الصيد البحري بحال داكشي ديال الفوسفات. شنو كنقصد هنا؟ لو سي بي، المكتب الوطني اللي المكتب الشريف للفوسفات، اشنو كيدير؟ هو كيجبد الفوسفات، كيعالجو، يردو الاسمده، يردو فوسفور، يردو اللي بغا، ومن بعد كيصدرو. ما يجيش لعند كيقول لك اجي انت حفر الفوسفات ودي الفوسفات وديرو في وشارجيه وديه، لا، هو كيجبد الفوسفات ديالو، ولا غيبيعو لك خام غيديه لك حتى للدار البيضاء وجيب الباطو وديه. المهم هو اللي خدام عليه. كنظن ان المغرب ان الاول يدير اسطول وطني قومي ديال الصيد البحري، كتملكهم طبيعة الحال الحكومه المغربيه، وجزء منهم طبيعة الحال ديال الخواص، الناس صحاب البركوات والشركات، مرحبا بهم. المهم يكون اسطول وطني مغربي ديال الصيد البحري، هو اللي غيصيد الحوت، سواء غادي يعالج الحوت، يعني غيديرو في البواط الكونسير دوك البواطات، يديرو هو اي حاجة، غيديرو يجبد البيض ديالو، يعالجو اي حاجة، يعني داك الحوت اللي كيتسمى بروسيست المغربي يدير داكشي، سواء يصيدو ويبيعو لكاك حوت ولا يديرو البواط كونسيرف كما كيدير المغرب. اي عملية يديرها هو ابتداء من الصيد الى نديرو في البواط كونسيرف ولا اي حاجة، المغرب يديرها ويبيعها لك. انا كنظن هاد القضيه هادي غادا تسد علينا داك الباب ديال نجيو ولا ما نجيوش، الداخله ولا الدار البيضاء، طنطان ولا اسفي. كنظن ان هاد النقطه ديال انه يدار اسطول ديال الصيد البحري مغربي، ما يجي عندي حتى شي واحد انا نصيد لك انا اللي غنبيع لك، هادي مزيانه بزاف ديال الحوايج. اولا سديتي هاد الباب، غنفكر واش نجي ولا ما نجيش. اسيدي انا اللي كنصيد، بغيتي الحوت ها هو، وديك الساعه منين انت اللي غتصيد الحوت، ما يمكنش يجي يقول لك واجيب لي لا كارت ناسيونال ديال الحوته، يعرف يقول لك واش البوريه، واش هذه بوريه مزوده في الداخله ولا هذه بوريه مزوده في الصويره، ما يمكنش يدير هكا، ولا يشد الطون ولا السردين ولا الباجو، واش هذا ولد اكادير ولا ولد العيون، ما يمكنش يسول هذا، ما يمكنش يبحث في هذا الامر هذا. انا كنظن الى دار اسطول مغربي هو اللي كيصيد، ديك الساعه غيشدو من عندك الحوت، بغاو بزمنهم غيشد من عندك الحوت، حيت ما غاديش يطلب لاكارت ناسيونال، ولا يقولك جيب لي الحاله المدنيه ديال الحوته نشوفها فين مزوده وشكون باها، واش من الداخله ولا من الدار البيضاء، ما يمكنش. زيد على النقطه اللي قال بوريطا ديال المعطيات العلميه والبيولوجيه، يعني احترام الفتره ديال الرحله البيولوجيه. الشركات الصينيه، ياك المغرب دابا دار عقود مع شركات صينيه، اسطول ديال الصيد البحري غيجي الصيد في المغرب، مزيان. المشكل ديال الصينيين عندهم جوج المشاكل، راه كل عام الاسطول البحر ديال اسطول الصيد البحري الصيني كيشدهم كل عام، كيسرقوا الحوت في مناطق من العالم، ما كيحترموش الرحال البيولوجيه، الصين ما كتحترمش الرحال البيولوجيه، ها المشكله. نعم مزيان عقود مع الصين ممتاز، الاوروبا كيتنفخوا علينا نمشيو مع الصين ممتاز، لكن الصينيين ما كيحترموش الرحال البيولوجيه. زيد عليها الصائد الصياد الصيني اصحاب الباركوات ولا دوك لي شالوتي شفاره كيسرقوا، كيتعداو على المياه ديال الناس وكيسرقوا الحوت ديال عباد الله، غدير اي بحث بسيط غتلقاها. زيد عليها الصيني ما كيفهمش شي حاجه سميتها الرحال البيولوجيه، خاف خصك تحضيه وخصك تفرضها عليه وخصك تبقى غير تابعو، هذا هو الصيني، هما دايرين هكا. زيد عليها عندهم واحد المشكل، ان عندهم باطوات قدام ومسخين وكتشوف غير تشوفهم مناظر ديالهم كيخلعوا، عندهم شي باطوات كتخلع، راه كيشدوهم في الاسترالي، كيشدوهم في جهه البحر الهادي والبحر المحيط الهندي، كيشدوهم ديما تما كيسرقوا وتيجيبوا بطوات مسخين وكيأثروا على البيئه، وواحد المنظر كيخلع. فالصينيين يدن جوج المشاكل معاهم، عندهم بطوات قدام ومصدين ومسخين وكيوسخوا البيئه، زيد عليها كيسرقوا، وزيد عليها انهم ما كيحترموش الرحال البيولوجيه. هذه مشاكل
كتجي مع الباقه الصينيه، داك الباكاج ديال الصين جاي مع هذا المشكل. فشنو هو الحل ديال هذا المشكل؟ الا كنت انت اللي كتصيد، ان ما كيجي عندي حتى شي واحد، ما غتجي عندي بغيتي الحوت مرحبا، شحال خصك؟ هل عطيتيني رقم الاطنان؟ موجود مرحبا. هنا نوع الحوت شنو بغيتي؟ بغيت كذا كذا، موجود مرحبا، مرحبتين، كل شيء كاين. انا اللي كنصيد، لان ملي كنكون انا اللي كنصيد من طبيعه الحال كنعتني بالبحر ديالي، كنحترم الفتره الراحه البيولوجيه، عندي نقد نسيطر على الحواته والصياده ديالي، يعني المغاربه ملي كيكون الاجنبي كيكون بزاف ديال التحديات. نعم ما عنديش مشكله، حتى دير بحال الاستثمار، كنجي مرحبا بك تجي تصيد، انما كاين تحديات. انما انا كنظن هذا هو العلاج ديال ديك الهضره ديال الداخله كذا. صيد انت وبيع عليه الحوت، ما يمكنش يسول على الهويه ديال الحوته، واش منين هاد الحوته، وما يمكنش يحاسبك منين جبتها. انت اللي صيدتي، ما شغلوش ملي كتجي كتصيد، ما كيهمكش واش لونغوست الميريكاني واش جاي من الاسكا ولا جاي من الجهه ديال فلوريدا، ما شغلكش. عند لونغوست الميريكاني غتشدو غادي تشريه من عنده، ولا ملي كتشري الحوت اليابان ما كيهمكش شنو هي المياه، واش من الشمال اليابان ولا الجنوب، ما كيهمكش، هذاك حوت ياباني انت كتشريه. هذه هي اهم حاجه في انه يدار اسطول ديال الصيد البحري يكون مغربي، انه كتكون عندك كتمارس ديك السياده بنسبه 100%، نقول 1000% ولا 1000000%، لدرجه ان ديك الاسئله السخيفه ديال الداخله ولا العيون ولا طنطان كتحيد، ولا القويره ما بقاتش، حيت انت اللي صيدتيه وانت اللي غتبيعو، حتى واحد ما غادي يحل فمك. واوروبا غتكون سعيده بهذا الامر هذا، لان حتى ديك الجهات المنافقه بحال محكمه العدل الاوروبيه ولا البرلمان الاوروبي اللي مره مره كيبغي يلويد الذراع ديال المغرب ويتصنت البوليزاريو ولا تعمروا عليك فرنسا ولا يشد الفلوس دبلوماسيه الشيكات والهبات الجزائريه، يشدوا الحبه ويجيو يعطيونا الدروس، ارض احتلال، منطقه متنازع عليها. لا، الى صيدت انا الحوت ديالي وانا اللي غنبيعو، غادي نسد هاد الابواب كلها. مره اخرى هذا مجرد مقترح كنت كتبته في واحد الورقه، ما شرتو شيء، لكن واجد كاتبه في واحد الورقه مقترح باش المغرب يسد داك الفم الكبير ديال النفاق الاوروبي. اخواني اخواتي، كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.